السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نديرو شارع تاع الدارت، في طريق ديال سيدي مسعود، يعني سيدي مسعود القبر ورانا، ودي الطريق اللي تتصاوب، يعني نديرو الرونبوندور ولا لايخ. باش نوريكم من البداية، شارع تاع الدارت هو نهاش من فيلين، يعني سابقا تاع الدارت. واحد مخدم موسيقى في بيكار، اللهم نبعد عليه. موتيفاسيون زعما. صعيب هذا الرومبي، نبداو لكم من هنا باش تعرفوا منين بادي هو اصلا. هنا الطريق يلاه تيصايبو فيها. أعتذر لكم عن الإزعاج الناتج عن الأشغال. وهاد الطريق هادي إلا طلعنا، الطلعة هادي قاصحة، إلا طلعتي نيشان الغابة، غابة بوسكور. هنا راه صعيبة الطريق، غادي نحاول ندوز. واحد لكن شي طوموبيل ولا شي حاجه من هذا الصراحه. وهذا هو البديه ديال الشارع الهاشمي الفيلاري. هذاك مول بيكار يصحابني زعما تسابق معنا، انا بغيت نبعد على هذيك الموسيقى اللي مخدم. واحد خطرة درت لكم هاد الهاشمي الفيلاري ولكن حدوه، ولكن درتو من التحت، راه كلو عقال شي هنا كي مدير. تبارك الله هاد لي ستوديو زوانين. كاليفورنيا هوم، والله إلا كاليفورنيا هوم ما شاء الله. استوديو هي واحد البلاصة تيخدمو فيها الناس، تكون فيها الانترنيت، تكون فيها كلشي، تكون فيها تقريبا داكشي على قد الحال، يعني بيرو واحد البلاصة فين تجلس، بلاصة فين تنعس. بحال هو تقول نص بارطما، نص بارطما عادية زعما. ولكن الكاليتي ديال الديزاين والكاليتي ديال شي يقولوا لي ديال هذاك الشيء اللي باش مصاوبين زوين. ليلي هومز، انا كاين الهومز، الهوم هو الهوم هو زعما الهوم هو المنزل، الهومز زعما المنازل شوية. دابا راه كما قلت لكم ديك كاينين هاد الدار هادو بيدار. دابا هاد الجولة ديال الهاشمي الفيلاري هادو زوينة، شوف تبارك الله الطريق كي مديرة، كاينة واحد العقبة ليا ولكن ماشي بزاف. الضو هدا، دابا هاد الفيلات هما اللي من ورا شارع القدس، شارع القدس هو السطوب الثاني من ورا هادا. ما شاء الله على هو، هنا كاين الضو مدير الصداع بزاف، يعني الفولتاج مجهد. شوف هنا تبارك الله الدنيا
راح لهاش من فيلا لي شارع زوان. راه كانوا قالوا لي واحد الاخوان تاع لا راه تا دارت هذا راه ماشي ركن لا راه بدلوا لي اسمي راه كاينه بلاكه كاع شرا مسجد الحسن الثاني. بصح من هنا تقدر تمشي لمسجد الحسن الثاني تمشي تخرج الرومبا ديال مكه تمشي مع عبد المؤمن تاع الزرقطون شارع نتمنى تبغوا دورو حافية هنا هاد الجردة زوينة هنا ما شاء الله ما شاء الله شو هذاك ندير هذاك ديال لونطريم كما تسمعوا هنا الفولتاج طالع يعني الطلعة اللي بقات هنايا في شارع مكة شارع القدس وصلنا ليه الجو شي مشكل شو شارع القدس شارع القدس مقاطعة وسط المدينة والشارع اللي احنا فيه لهاش من الفيلالي ومن هنا دايز الباص واي الطاكسيات هذا راه شارع شارع القدس ومنين ديز الباص واي انا قاعد ارى الشجار هنا الدار بيضا الصراحة داروا لها الشجرة هذا ولاو تيديروه بزاف نتمناهم الله يحافظوا عليه قالوا تيصلحوا في الشارع علامة ديال التشويق اوكي الريح راه قلت لكم هاد البلاصة حيت تيطلع من البحر هاد كاين الريح هنا بزاف اقدر ما تسمعش الكاميرا بزاف ولكن راه كاين الريح هنا راه كانوا ريبوا شي وحدين هنايا
كنت قلتها لكم فاش كنت جاي ديك خطره طالع من جهه اخرى، قلت لكم راه هنا كانوا شي حد دور صافيح ولا هذاك شي عشوائي حيدوه. علاش ضربوا هاد الشجر حتى يصايبوا هذاك الشيء اللي من وراه؟ ولكن مزيان هاد الشيء، هاد الشجر هذا مزيان الصراحه. هاد الشجر كامل مزيان طونتينيت، يعني عاوتاني نصحوا الناس اللي تيديروا طونتينيت يتفرجوا فينا. كاسك كاسك، دخل الماركت بليس حاول تدبر على واحد الكاسك 200 درهم ولا 150 درهم ولا كاع 300 درهم. الانسان ديما يدير الاحتياط كما تشوفوا هنايا، شارع كوس المدينه عن الشط، ما تيبان لكم الدوره خاسر ولكن راه شاعر على راسه. راهو شعر قال لك شارع هاك هو قيرا. كاتبين هنا مركز التحويل ولاد حدو، حيت هاد البلاصة ولاد حدو. راه تشوفوا القناة شوية بعدات على وسط المدينة، حنا بغينا نغيرو لكم، منبقاوش نديرو لكم حاجة، حنا نحاولو نكونو مختلفين على أي واحد، يعني نديرو تقريبا جميع الشوارع، وخا شي شارع دي فيو ديالو تيكونو طايحين، ولكن على الأقل تتكون نتايا حاولتي دير بزاف ديال الشوارع، ماشي غير شارع واحد ولا يعني بلاصة وحدة ولا منطقة وحدة. حاولو نبينو المناطق كاملة، يعني الحي الصناعي برنوصي حتى ديك الجهة قلت لكم راه شحال هادي ما عمري ما هذا وقع لها شارع فاسد. اعتذروا عن الاشغال، ها بين شارع فاس وشارع موبايد بوكايت، يعني هاد من هنا تا الرومبا تا الموبايد بوكايت. كاليفورنيا هنايا، وهذا راه دابا ولينا موازي لشارع مكة، يعني شارع مكة كاين في الجارة، هو جاي من تقريبا من سيدي مسعود. خصنا نفوتو طريق السيارة على باش نوصلو للرومبا ديال شارع مكة. يا شارع موبايد بوكايت، انا الله يحسن العوال لهاد الناس اللي برا، واخا تيبان لكم الظل انهم معاطره وقلت صعود ل 10 طن طلقه دي، راه الحال سخون اليوم، واخا تيبان لكم الضبابه راه الحال مزموت. يعني الناس ما فيها باس، الناس دايز خصوصا في هذا الحر، قال لك شي واحد يعني اي واحد يعني يعطي واحد قرعة الماء، خصوصا لك تي دايز مع هذيك 11 يعني هذيك وقت الدروة ديال الشمس، تكون الشمس قاصح. وهذا راه الاندلس بسكورة تسع مع هذاك 300 نمشي للاندلس، ولكن ما كاتبش منين نجي. هذا راه شارع المنظر العام، هذا راه عارفو انا، ما تيخفاش عليا الشيء كما قلت لكم، ما تيصايبو الطرقان و تيديرو هاد الجداد هادو، هادو راه صعاب تيشدو الي و روتور و الصنطة و كلشي، تيشد حتى الجهة الاخرى.
حدائق العواصم والمدن الإسلامية، هذيك الشارع حدائق العواصم والمدن الإسلامية كاينة في تقاطع شارع المنظر العام من شارع محمد السادس، يعني حدا شارع وحدا الإفريقية. سير اخو هنا ما كاينش بيعك العجره حيت كاين هذاك الرادار ما يقدروش يحركوا الشرقاء كامل وبقى صابر صابر هاتي شد هذاك الرادار ما تحقروش ترى الجهه الاخرى اللي معاكسه وتشد ممكن الانسان بلا رادار اصلا غسيوقا حتى تخوى الدنيا اصلا هادو ستوبات كاع مطوعين ترى كاملين دابا يبغوا يدخلوا هادي الطريق السيار يبغوا يدخلوا دائما غاصك دائما تروم هنا باش تخلي هذوك الناس اللي جايين من وراك باش تخليهم حتى هما زعما يدخلوا لطراج بلا ما تعنكش تولي انت غادي في واحد الخط ولكن الناس راه ماشي فاهمينش هذاك الشيء كملنا بقى لينا رومبا في رومبا شدنا الضوء حنا ديني شد الضوء مقلوبي شو شحال ديال 99 كانت 100 انا كانت بنت ليا صفر جوج ترى مين جوج بزاف اصاحبي طويل فاش ني ميو جوج سينا بنت يا جوج قلت صافي غادي يضرب هذيك الجوج وعش تنط لا بنت هي 99 ماشي هو بحال يعني ثلاثه الارقام ما تيكتبهمش يكتب جوج الارقام قاصح 100 وجوج عرفتي شحال تقريبا راه جاي جوج دقائق حيت المدينه هنايا داك الشيء علاش هما مديرين هاد ستوب باطوار انا راه بلاش كون هنايا صافي حنا وصلنا دابا قربنا نكملو صافي حنا وصلنا اوه غنوريكم منين هاد الرومبا كيولات ولكن ماشي وسط الرومبا غنوريكم دابا انا هنا دابا واحد اليمات خاصك حتى تمشي الرومبا تبقى تعاقر باش تطلع دابا صافي نجي نطلع بحالي بحال ما دابا هذا شارع مبايد بوكيتا شارع مكة انا مشينا نيشان غاندي وعبد المؤمن شي كي دايروا لنا هنايا صرعوها صراحة فاضية 5-5 وانا انا غادي نهيو لكم فيديو هذا شارع مبيض بوكيتا الله يعاون